أحدهم ابن رياضي شهير، تحرك عاجل ضد 3 متورطين من أبناء المشاهير في قضية فيرمونت. في خطوة جديدة نحو محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فيرمونت، أعلنت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي عن وصول 3 متهمين بقضية الفيرمونت بعد تسلمهم من الإنتربول الدولية. وبحسب بيان الأمن في مطار القاهرة الدولي، فإن المتهمين 3 الذين وصلوا إلى القاهرة هم أحمد حلمي طولان وعمر حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل. وبحسب مصادر أمنية من داخل وزارة الداخلية، فقد تم اقتياد المتهمين 3 إلى مكان محبسهم في مديرية أمن القاهرة استعدادا للتحقيق معهم وعرضهم على الجهة المختصة. بدأت قصة قضية فيرمونت في الانتشار عندما اتهمت إحدى الفتيات عددا من المشاهير بالاعتداء عليها منذ 7 سنوات في فندق فيرمونت، ولكن ما أثار الجدل هو تقدم عدد من الفتيات للإعلان عن تعرضهن لمواقف مشابهة من نفس الأشخاص في نفس الفندق. وقررت النيابة العامة حبس أحمد الجنزوري ونزل مصطفى ابنة نهى عمروسي في القضية 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على إحدى الفتيات داخل الفندق قبل سنوات. وأشارت التقارير المتداولة بشأن القضية في هذا الوقت أن 7 من المتهمين بالاعتداء على الفتاة في الفندق تمكنوا من الهروب إلى خارج مصر، وأمرت النيابة العامة آنذاك باتخاذ الإجراءات للملاحقة القضائية الدولية بحقهم. ويواجه المتهمون تهم الاعتداء على أنثى والاغتصاب تحت تهديد السلاح وعقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً.